أصدقائي، أكيد كثير منكم بألمانيا بيمتلك الذهب، وكثير منكم بيكون عم يتساءل كيف فيني أبيع الذهب بألمانيا بشكل مضمون وبأفضل الأسعار. ولذلك بهالفيديو راح نشوف سوا كيف نقدر نبيع الذهب سواء كان ذهب السبائك أو المجوهرات، ووين بقدر أبيعه بشكل مضمون وموثوق. وآخر الشيء راح أذكركم بآخر هالفيديو بست أمور لازم تاخذوها بعين الاعتبار قبل ما تبيعوا الذهب. أنا غيث وتي من قناة Invest Mind، وبتمنى لكم كل الفائدة بهالفيديو. أصدقائي، خلينا أول شيء نتعرف على الفرق وقت أنت بدك بيع ذهب المجوهرات عن بيعك لذهب السبائك والعملات الذهبية. وخلينا أول شيء نبلش ببيع المجوهرات الذهبية. بألمانيا المجوهرات الذهبية أو بيع المجوهرات الذهبية يصنف بما يسمى الألت جولد أو البوخ جولد، وهو القطع الذهبية اللي احنا بنستخدمها لعملية التزيين واللي ما لها قيمة تاريخية، سواء كانت أساور أو طواء أو حلاء أو ساعات ذهب أو حتى أسنان ذهب، سواء كانت سليمة أو تالفة. ولذلك البائع عادة بياخد هالقطع الذهبية، يعني الصايغ أو التاجر المعادن الثمينة بياخد هالقطع الذهبية وبيقوم بعملية صهرة لإعادة تشكيل أو تدوير الذهب الموجود بهالمجوهرات الذهبية. ولذلك بيشتري منك عادة الذهب بسعر جرام أقل من سعر الذهب العالمي، وهذا السعر بيسمى بسعر الصهر أو بالألماني شميلتس جولد. لتقدر تحسب بشكل تقريبي سعر بيعك لقطعة الذهب، فلازم أول شيء تبحث عن دمغة الذهب الموجودة على القطعة الذهبية، وهي عبارة عن ثلاث أرقام بتكون موجودة على القطعة الذهبية واللي بتعبر عن نسبة الذهب الخالص الموجودة بهالقطعة الذهبية. ومن خلال المعادلة التالية بتقدر تحسب السعر التقريبي، والمعادلة هي وزن القطعة الذهبية اللي عندك، نسبة الذهب، وبتقدر تحصلها من الدمغة. وهذا الجدول بيبين لك العلاقة بين دمغة الذهب أو عيار الذهب ونسبة الذهب الموجودة بالقطعة الذهبية. وآخر الشيء تحتاج لتعرف سعر الجرام الذهب، وبتقدر تحصله عن طريق الإنترنت. وطبعا في مواقع تقدر تحسب لك السعر بشكل تقريبي من خلال معرفتك فقط للوزن ورقم الدمغة، وبتعطيك سعر تقريبي للسعر بتقدر فيه تبيع الذهب. وخلينا نشوف سوا شلون بيشتغل أو شلون نقدر نحسب الذهب أو سعر بيع الذهب تبعنا عن طريق هالموقع مثلا. فمثلا وقت نحن بنشوف بهالموقع اللي هو gold.de، فنقدر ننزل عليه، هون مكتوب سعر بيع أو حاسبة سعر بيع الذهب، وبنشوف هون أرقام الدمغات. فأنت لازم تعرف أول شيء أي دمغة بيحتويها الذهب أو قطعة الذهب اللي عندك، وبعدين بالفراغ تقدر تحط الوزن قطعة الذهب. فمثلا إذا أنت مثلا عندك خاتم وعليه دمغة 833، تقدر قبل توزن الذهب وتحط مثلا الوزن هون لنفرض 15 جرام، وبيعطيك هون لحساب الذهب بحسب لك إياها، وبيعطيك هون عدة عروض من بائعين أو مشترين مختلفين. فأنت بتقدر تاخذ بناء على هالعروض تقريبا سعر تقريبي، إنه مثلا قطعة أو سعر الخاتم اللي عندك مثلا بيتراوح بين 703 و716، وبالتالي إذا في حدا راح يعطيك 600 يورو مقابله، فبالتالي هذا السعر غير مقبول. وفي حال كانت القطعة الذهبية اللي عندك ما عليها دمغة، هذا الموضوع ما كتير مشكلة كبيرة، فينك تاخذ قطعة الذهب وتروح فيها عند أي صايغ أو محل مجوهرات أو محل تاجر معادن ثمينة، ومقابل مبلغ مادي أو رمزي حتى بين 10 و 20 يورو ممكن يقسلك نسبة الذهب ويعطيك حتى شهادة بهالموضوع. وتذكر دائما أنه سعر بيع الذهب أو سعر شراء الصائغ للذهب أو أي محل مشتري منك الذهب راح يكون أقل من سعر الذهب العالمي، لأنه الصايغ أو محل تاجر المعادن الثمينة هو عم بغطي أول شيء هامش ربحه، وثانيا تكاليف الصهر للذهب اللي عم تشتريه منك. وبالتالي أنت السعر اللي بتاخده عن طريق الإنترنت هو عبارة فقط عن سعر تقريبي أو مرجعي ليعطيك فكرة عن السعر اللي لازم فيه تبيع الذهب. وأما بيع السبائك الذهبية أو العملات الذهبية فبيختلف عن المجوهرات الذهبية، إنه المشتري يعني سواء كان صايغ أو تاجر معادن ثمينة، فهو وقت بيشتري منك السبيكة الذهبية أو العملة الذهبية إذا كانت سليمة فهو بيقدر مباشرة يرجع يبيعها، على عكس المجوهرات الذهبية فهو بيضطر أول شيء إنه يصهر المجوهرات، وهذا بيكلفه تكاليف إضافية. وبالتالي سعر السبائك أو سعر البيع للجرام الواحد من السبائك الذهبية بيكون أعلى شوي من سعر البيع للجرام الواحد من المجوهرات الذهبية.
وفي امر كتير مهم وقت نبيع نحن السبائك الذهبيه لازم ناخده بعين الاعتبار، وهو انه السبيكه الذهبيه تكون غير متضرره وضمن تغليفه، ويكون التغليف غير متضرر، والتغليف هو عباره عن شهاده المصدر. وفي حال عدم توافر شهاده المصدر او التغليف او كانت السبيكه متضرره فبيكون سعرها اقل من سعر السبيكه السليمه. وفي كتير مواقع تعطيك سعر تقريبي للسبيكه او سعر البيع التقريبي للسبيكه اللي عندها، وراح احط لك رابط لو احد هالمواقع تقدر من خلاله تاخذ تقريبا سعر تقريبي للسبيكه اللي عندك. وخلينا هلا نعرف وين نقدر نحن نبيع الذهب بألمانيا. في ثلاث امكانيات نقدر من خلالها نحن نبيع الذهب. الامكانيه الاولى عن طريق محلات مباشره مثل محلات الصياغه او فروع تجار المعادن الثمينه، ومن خلال هالخيار نحن نقدر نكون اكثر واثقين ببيع الذهب لانه عم نتعامل مع اشخاص مباشره، ولكن هذا الخيار بيعطينا محدوديه بمقارنه الاسعار، يعني ما بتقدر تقارن سعر اللي بيعطيك اياه البائع بين بائع وثاني لانه الموضوع ما كتير سهل انه تروح من محل لثاني. والعمليه بتتم انه انت بتاخذ الذهب اللي معك وبتروح عند الصايغ، الصايغ بياخذ الذهب بيوزن الذهب بتاكد انه الذهب اصلي وبقيس نسبه الذهب بالقطع او المجوهرات الذهبيه اللي معك، وبعدين بيعطيك عرض سعر للذهب الموجود، واذا انت وافقت على عرض السعر فبتقدر تاخذ المصاري وتروح. وثاني امكانيه لبيع الذهب بالمانيا هو عن طريق الانترنت، وهالخيار بيتيح امكانيه مقارنه الاسعار بشكل افضل من خيار بيع الذهب عن طريق المحلات مباشره. والعمليه بتتم بالشكل التالي، انت بتدخل على الانترنت وبتدخل على مواقع موثوقه وبتشوف ضمن المواقع مين الموقع اللي بيعطيك السعر الافضل. وقت بتختار الموقع اللي بيعطيك السعر الافضل بتدخل معلوماتك الشخصيه ومعلومات تفصيليه عن الذهب اللي انت حابب تبيعه. الموقع بيعطيك سعر اولي للذهب اللي انت حابب تبيعه، وبيعطيك تفاصيل لكيف انت لازم تشحن الطرد للبائع او المشتري بهاي الحاله. بتحضر القطع الذهبيه او السبائك الذهبيه وفقا للتعليمات اللي بيعطيك اياها البائع، وبتبعتها عن طريق الشحن. وقت بيصل الطرد عند البائع بيبعت لك ايميل بأكد لك انه الذهب وصل، وبعدين بيقوم هو بفحص عيار الذهب ووزنه وانه هو ذهب اصلي، وبعد كام يوم بيبعت لك عرض سعر. اذا وافقت انت على عرض السعر فبيبعت لك المصاري على حساب البنك اللي انت سجلته خلال ادخالك لبياناتك الشخصية. طبعا في كتير مواقع قد تكون محتالة وبالتالي انت بتبعت للذهب وما تسمع عن الذهب ابدا ولا بتاخذ اي سعر مقابله. ولذلك للتاكد من موثوقيه الموقع لازم نتاكد انه الموقع مسجل بما يسمى بالرابطه المهنيه لاتحاد العملات المعدنيه الالماني، وراح احط لك رابط هون لفيديو يشرح لك كيف تتاكد من موثوقيه الموقع. واما الخيار الثالث لبيع الذهب بالمانيا غير عن طريق المحلات مباشرة أو عن طريق الإنترنت هو بيع الذهب عن طريق البنوك. وبيع الذهب عن طريق البنوك فيه شيء من الصعوبة لثلاث أسباب. السبب الأول إنه معظم البنوك أو بالمجمل الكل ما بيشتروا غير ذهب السبائك والعملات المعدنية، يعني ما بيشتروا ذهب مجوهرات. وثانيا في كتير من البنوك ما بتقبل غير السبائك المعدنية أو العملات المعدنية اللي تم شراءها من قبل البنك نفسه. وثالث سبب هو إنه كل البنوك اللي بدها تشتري الذهب منك لازم يكون عندك حساب فيها. ولذلك لبعض الأشخاص اللي بيشتروا سبائك عن طريق البنك ممكن بيع الذهب عن طريق البنك يكون مفيد إلك أو أسهل لإلك، ولكن لبعض الأشخاص الآخرين رح يكون موضوع أكثر صعوبة، ولذلك يفضل البيع عن طريق الصاغة أو محلات تجار المعادن الثمينة أو عن طريق الإنترنت. وآخر شيء ست نقاط وأمور مهمة جدا لازم تاخذها بعين الاعتبار قبل ما تبيع الذهب. النقطة الأولى إنه حاول تقيم سعر القطعة الذهبية قبل ما تروح تبيعها. والنقطة الثانية حاول تحصل على أكبر عدد من عروض الأسعار سواء إذا كنت بدك تبيع الذهب عن طريق المحلات أو عن طريق الإنترنت. وثالث نقطة وكتير مهمة، ولتحقق أكبر ربح ممكن من عملية البيع لازم تتعرف على قوانين الأرباح المتعلقة بالذهب بألمانيا، وراح أحط لك رابط هون يشرح لك بشكل أكبر عن هالموضوع. والنقطة الرابعة، حافظ على السبيكة اللي بتشتريها ضمن التغليف أو ما يسمى شهادة المصدر،
لأنه وقت بدك تبيعها إذا كانت السبيكة بدون تغليف أو متضررة يعني عليها خدوش فبيكون سعرها أقل. وخامس نقطة، وقت بدك تبيع الذهب فالمشتري أو محل الصاغة أو التاجر المعادن الثمينة لازم يوثق معلوماتك الشخصية، وهالمعلومات الشخصية عادة بتضل عند المشتري لمدة 5 سنين وما بيتم مشاركتها مع السلطات الألمانية. ولكن إذا اشتبه المشتري إنه عملية بيعك للذهب هي عملية غسيل أموال فبحق له يشارك معلوماتك الشخصية مع السلطات الألمانية. وسادس نقطة والأخيرة، إذا أنت بدك تبيع الذهب وكان الذهب بدون فاتورة أو شهادة مصدر فهي ما لها مشكلة، بتقدر تبيعه بشكل عادي عن طريق تجار المعادن الثمينة. وآخر شيء أصدقائي، إذا عجبكم الفيديو فبتمنى تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا اشتراك ونشوفكم بخير.